بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعض النهاردة معبد حلاوتهم نفرتاري، حتحور سيدة إبشك. إبشك الجبل الطاهر، كان عندي الجبل الجنوبي جبل ميها اللي هو الجبل اللي عليه حورس، الجبل الشمالي هو جبل إبشك، جبل حتحور أو الجبل الطاهر زي ما السكان هناك كانوا بيقولوا. والجبل ده ارتبط عندي بمعبد أقامه رمسيس الثاني تخليدا لذكرى زوجته العظيمة والحبيبة نفرتاري، ويعرف باسم معبد حتحور او معبد نفرتاري. المعبد قال في رمسيس انه المعبد اللي اقامه من اجل زوجته التي تشرق من اجلها الشمس. تماثيل على الواجهة، المعبد الواجهة كأنه صرح عادي، هو المعبد 150 متر تقريبا من المعبد الجنوبي، يعني ما بين الجبلين زي ما بنقول، ما بين من المعبد الكبير آسف. التماثيل نفرتاري دايما متصور معها البنتين بناتها اللي من رمسيس، البنتين اللي هم ميليتامون وحنوت تاوي، البنتين دول اللي هم كانوا ممثلين دايما كزوجات ملكيات، ميليتامون وحنوت تاوي، البنتين دول اتصوروا مع رمسيس بعد كده كزوجات ملكيات، هو كان بيحب ولاد البنتين معاه والولدين معاه. لما نشوف تماثيل رمسيس هنتكلم على الولاد معاه. على احد التماثيل موجود، على التمثال المهشم بتاع نفرتاري اللي في الناحيه الجنوبيه، موجود نص هيروغليفي من اروع ما يمكن. رمسيس يعني رمسيس بيحكي عليه بيقول ايرين اف مينو عاو، بيعمل الاثار العظيمه، ويرو العالي العظيمه البديع، ان حمت ورت نسو للزوجه الملكيه العظيمه نفرتاري، موت مريت موت نفرتاري محبوبه موت حلاوتهم. وبن بعد وبن متكسر، المفروض انه وبن راع ان اس اللي تشرق الشمس لها، كان الدنيا والشمس بتشرق من اجل هذه السيده الجميله. رمسيس الثاني في تماثيله هو نفسه بيتصور عندي ومعاه المنظر بتاعه، وبعدين بيقول على نفسه ان هو محبوب حاكم الحكام او شمس الحكام زي ما بيقول على نفسه رمسيس الثاني، وان محبوب امون اللي بيحكم الارضين. رمسيس دايما بيبقى معاه الولدين اللي من نفرتاري، الولدين اللي هم امون حرخبشف، امون حرخبشف ده اللي طلع عينينا، الواد اللي طلع في معاهد في سنه 21 مع الحيثيين وفي كل القصر، والولد الثاني اللي هو ارحور ونيم اف، الولد اللي هم الولدين امون حرخبشف ده البكري بتاعه اللي هو كان مقدر يبقى ملك على البلاد. رمسيس بيتصور بالمناظر المعتاده بتاعته بالالقاب الملكيه اللي بيعلن فيها انه بيقيم هذا المعبد العظيم من اجل ويسيطر بيه وبيعمل كل شيء محبوب الالهه، كل النصوص المعتاده، لكن أجملها أنه بيتكلم على زوجته أن هي اللي بتشرق من أجلها الشمس. علمين من المدخل يعني شمال موجود عندي أربع لوحات، أول لوحة منهم لإيوني اللي كاتب تحت على اللوحة اللي وقف قدام الملك بالصولجان بيضرب قدام الملك كأنه بيعلن له شيء أو كأنه بيعلن تقربه من الملك، والملك ماسك علامة الحكاة. الراجل بيقول في نفسه أنه هو إيرين ساني سو إنكوش، قائمة بعملها الابن الملكي في كوش إيوني، ايوني بيعمل ايوني الاعمال بتاعته اللي هو رمس نسو رجاله الملك او الناس المقربين الى الملك. اللوحه الثانيه لوحه عملها رمسيس قاعد على العرش بتاج القاطف برضه، ومعاه نفس العلامات الملكيه، وعلى القاعده بتاعت العرش في اثنين اربع اعداء، هتبص الاتجاهات بتاعته، اللي باصص شمال الاسيويين واللي باصص الناحيه الثانيه الجنوبيين، وقدامه عمل علامة الضواب يتعبد بيها الابن الملكي حاكم كوش اسمه لطيف قوي رمسيس عشا حبسد، رمسيس متعدد الحبسد كأنه مش اسم كأنه أمنية للملك. اللوحتين اللي بعد كده، اللوحة الأولى اللي هي بتبقى بالنسبة لنا إلى الشمال، رمسيس برضو ما بين اتنين حاملي المروحة الملكية اللي بيهوب المروحة الملكية بالريش بتاع النعام، واللوحة الأخيرة رمسيس على العجلة الحربية برضو كأنه بيضرب أحد عليها وكأنها أقرب للجرافيتي. على البوابة بتاعة الدخول، بوابة الدخول عليها العتب من فوق عليها منظرين أو ناحتين لتماثيل رمسيس من أروع ما يكون. رمسيس مكتوب على اليمين رع إن حكاوم رئيتم، شمس الحكام محبوب اتوم، وعلى الشمال بيقول ان هو نبتاوي مري ايمن سيد الارضين محبوب امون، الحكاوي خائن حكاوي المشرك بالحكام. البوابه كمان على العتب بلاقي عليها زخرفه الخكر، وتحتيها رمسيس بيحرق البخور على ايدينا اليمين قدام راحورخ، وعلى ايدينا الشمال بيقدم فستين النو لامون. اقروا بقى الهيروغليفي لطيف جدا، من الشمال نتر نفر نبتاوي اسر معت را ستب انرا، وعلى اليمين بالمناسبه هو نفس النص محبوب، هنا بيقول ان هو مري ايمن والناحيه الثانيه بيقول ان هو مري راحورختي. المدخل
بندخل على الصلاة الأولى، هنسميها صلاة التجلي، هنسميها الصلاة الأولى. ستة أعمدة حتحورية، هو خلاص جبل إبش، الجبل حتحور، ثلاثة على كل جانب. حتحور بصة بالوش بتاعها على الصالة، يعني الأعمدة بصة على الصالة، برضو الأعمدة عليها المناظر بتاعتها المعتادة، يعني الأعمدة بشكل عام لو بصينا هنلاقي العمود الأول، شايفين السيستر بتاع حتحور شكله جميل جدا، والنص الهيروغليفي اللي فوق رمسيس اللي هي بيقول إن محبوبته الزوجة الملكية العظيمة نفرتاري هو بيعمل المعبد إيرين إس حوت، وبيكمل النص زي ما قريناه قبل كده اللي هو بيعمله من أجل اللي بتشرق من أجلها الشمس. على القاعدة على أو تحت الراس بتاعت حتحور موجود على اليمين والشمال النصين الهيروغليف، نص ليها حمت حمت ورت نس الزوجه الملكيه العظيمه ميريت اف كذا اللي هي بتعمل المعبد من اجلها، وهو الناحيه الثانيه نتر نفر نبتا وي نبخعو ملك الاله الطيب سيد الارضين سيد عروش سيد العروش رامس اسر مع تراست بن رع محبوب امون. في النص بيعمل حته دينيسول مين؟ للاله موت اللي بتشرق الحياه او بتعيد او بتستمر الحياه لرع. بعد كده بنلاقي الملك على الاعمده بيقدم باقات الزهور بشكل جميل بالتاج القطف بتاع اوزوريس، مره تانية على الاعمده برضو بشكل عام الاعمده تقليديه، يعني الملك مره بيحرق البخور قدام الاله، مره الاله موت نبت اشر، وموت دايما تعرفوها يا جماعه الست الوحيده اللي لبس تاج دبل على راسها، وراها مثلا منظر لطيف للاله خنوم على عمود، بلاقي الاله ايزيس موت نتر اللي بتدي كل الحياه والابديه، الاله خنصو حطب امواسط، خنصو حطب امواسط، هنا الاله حورس سيد كوبان. بعد كده بتظهر قدامي الاله ورد حكاوو بهيئه انثى الاسد. خلاص خدنا الاعمده، نيجي بقى على الجدران الشمالي والجنوبي. طيب انا هنا كده المنظر اللي قدامي ده خلاص ده جنوبي، ليه؟ الملك بالتاج المزدوج بيضرب عدو نوبي امون واقف، الملك وراني فرتاري الاميره العظيمه المبجله المحبوبه عمال يقول فيها شعر نفرتاري وهي واقفه خلفه. على الناحيه الثانيه حرق الشماليه الملك لابس تاج احمر معاه راح رختي معاه عدو اسيوي بيتضرب برضو امام راح رختي اللي بيديله سيف الانتصار، ووراه واقفه نفرتاري في نفس المنظر برضو. هنا بيجي نفرتاري بتتصور عندي بالمنظر البديع بتاعها والمناظر الجامده. طيب اجي بقى على المناظر الحواء بعد ما بياخد اول منظرين من بره، بيجي بعد كده حتحور سيده ابشك، لو شايفين فوق القرنين مكتوب الاي والبي والشين والكاف والجبل، حتحور سيده ابشك اللي هو الجبل الطاهر بتديله عقد الميناط رمز السعاده اللي اديته الايحي حقق له السعاده، التتويج رمسيس الثاني. في تمثال في المتحف المصري لو حضراتكم تفتكروه رمسيس الثالث بيتوج بنفس المنظر، حورس وست بيدوا مئات الاف السنين وبيتوجوا الملك بتاج مصر العليا. اذا ست مش شر دايما. نفرتاري الاميره العظيمه المبجله قدام مين؟ قدام عنقه سيده السماء سيده الفانتين، واحده من ثالوث الفانتين بتقدم قدامها الباقات الزهور. الملك بعد كده بيقدم المايت قدام الاله امون رع سيد عروش الارضين. بيجي الملك على الناحيه الشمالية بيفتتح مائدة القرابين هيسب فدو أمام الإله بتاح اللي في ماسورته اللي في الستورت علشان ابنه الحبيب رمسيس الثاني بيكتب الصيغة بتاعته. بعد كده الملك بيحرق باقات الزهور قدام رب أهناسيا الكبير حرشف. بعديها الملك بيجي بيقدم السيستروم حتحور اسف نفرتاري ماسكه الاثنين سيستروم بتقدمهم قدام حتحور، بس حتحور هي مش ابشك، حتحور سيده ايونت اللي هي سيده دندره اللي هي المقاطعه السادسه من مقاطعات مصر العليا، والملك بيقدم فاستين النو قصاد راح رختي سيد نبسا سيتي سيد الارض الاسيويه او سيد المقاطعه الاولى من مقاطعات مصر ارض السهام. على البوابه بشوف المناظر المعتاده، الشمس المجنحه، الملك ناحيه الشمال بالتاج الاحمر ناحيه اليمين بالتاج الابيض كانه بيعمل المدخل او الترحاب. المنظرين اللي على ايد الشمال وايد اليمين، على ايد الشمال متصوره النفرتاري بتقدم باقات الزهور قدام حتحور سيده ابشك اللي بتديها ايه؟ العنخ والواس والسنب. على ايدنا اليمين بنلاقي الاميره برضو الملكه نفرتاري برضو بتقدم باقات الزهور، بس المره دي قصاد الاله موت، موت حتى لو ما فيش هيروغليف هعرفها لانها الست الوحيده بالتاج المزدوج اللي بتديها نفس الاشياء اللي بتقدمها حتحور. بنخش بعد كده بعمق 2 متر ونص في الجبل تاني للجزء المنحوت عشان نشوف صالة التجلي. صالة التجلي اللي بيرتفع سقفها حوالي 4 متر وليها 3 فتحات على الصالة الأولى اللي قدامها. المناظر المعتادة فيها مناظر تقليدية كلها ل
رمسيس مع الآلهة ومع نفرتاري. يعني بشوف من أول المناظر مثلا رمسيس ونفرتاري بيقدموا باقات الزهور وهي بتلعب بالسيستروم قدام الإلهة تاورت. تاورت هنا ممثلة من المرات النادرة إنها تمثل بهيئة آدمية، تاورت مس إن تيروني بو أم كل الآلهة، المفروض دي أنثى فرس نهر بالمناسبة، كان واخدة التاج بتاع حتحور. المنظر اللي بعديه منظر غريب أوي، نخبت بتحمي الخرطوش بتاع نفرتاري وهي على علامة النوب، كأنه لقب حور نوب، كأنها ملكة وليست شخص عادي. بلاقي بعد كده حتحور، حوت حر، مأوى حورس، خرجت من الأحراش، إيزيس راحت لها، القصة اللي احنا عارفينها كلنا، وهو الملك بيقدم لها باقتين الزهور ومعاها عقد الميناط بيتعلق دايما معاها. على الجانب الغربي من الصاله دي بلاقي حاجه غريبه، رمسيس بيقدم قدام راح ورختي، بيقدم له فاستين النو. في بعد كده منظر غير مكتمل وربما العتب تحت في شيء، نفرتاري بتتحرك تحرك الملوك وبتقدم باقات الزهور قدام مائده قرابين، بتحرق محلول البخور عليه لثالوث اليفانتين الاكبر، خنوم وساتت وعنق. بعدين رمسيس يجي يقدم قدام الاله الموجود عندي اللي هو راح ورختي، الاله العظيم سيد السماء، بيقدم له فستان النو. على الجانب بعد كده منظر غريب جدا، نفرتاري مش من حقها يحصل كده انها تتوج من ايزيس وحتحور، وحتحور هنا سيده ابشك، يعني الست صريحه، وايزيس موت نتر، يعني كل واحده واخده اللقب بدون اي تحيز. منظر حصلت فيه نفرتاري على كل حقوق الملوك الكاملة. بعدين المنظر الناحية التانية بتيجي نفرتاري في الناحية الجنوبية وهي بتاخد بتلعب بتقدم باقات الزهور لحتحور وهي خارجة من الأحراش، خدت من الملوك. منظر الجميل البديع اللي ما بيتكررش كتير، رمسيس بتاج الخبرش، تاج الحرب، بيقدم لثلاث أشكال لحر، مياو وبارك وبوهن، ثلاث أشكال لحرس في النوبة اللي كان بيعبد فيهم. الملك بعد كده بيقدم فستين النو للإله آمون بالشكل التقليدي. قدس الاقداس بسيط جدا ومناظره قليله وصغير، نموذج صغير قوي، حتحور التمثال على هيئه البقره والملك بيقدم معاه قرابين. على المدخل بتاعه بنشوف العتب، الشمس المجنحه، والمنظرين البساط جدا. على ايدينا الشمال رمسيس وراه الحاجه نفرتاري بيقدموا القرابين، ونفرتاري بتقدم باقه الزهور. على الناحيه الثانيه نفس باقه الزهور بس المره دي بيحرق البخور الملك، المحيا بيقدمها قدام حتحور، والناحيه الثانيه بيحرق البخور قدام الاله موت. وبعد كده منظر لم يتكرر، رمسيس الثاني بيقدم القرابين ويحرق البخور قدام رمسيس ومن نفرتاري، يعني وضعهم في وضع التأليه، منظر صعب جدا ان هو يتكرر عندي. بعد كده اخر مناظر المعبد بنشوف فيه نفرتاري بتلعب بالسيستروم قدام موت وحتحور، ورمسيس بيقدم القرابين. اتمنى ان تكون تقدمتنا للمعبدين بتوع ابو سمبل شرحت لنا بعض اسرار المعبدين وعظمتهم. ألتقيكم إن شاء الله تعالى في معابد أخرى وآثار وحكايات أخرى في التاريخ المصري القديم. شكرا جزيلا.